لك ايش قد عيب؟ اخفيف، ما تصدق واحد رسم بس سمعت موسيقى رسم. ايش بيك؟ شوي استعين؟ اسكت اسكت، على اساس انت ما رقصت. سيارة خالي وارقص بيها اتش عليك، بيتنا ونلعب بي، شيل هذا ارضي. لك؟ انا مو سايق ما خلو فوق، انا سويتها لوجه الله، على مود هذا المسكين، اذا ما يعجبك تعسوق انت بمكاني. دخيلكم، اليوم ما في دواء يا الوليد. يفيدوا اروح لكم يوصلونا المستشفى، مو ابني متعور هسه تو وقت عركات. شوفي شوفي انسان ايش طوله، ما اسمح لك، هاي سياره خالي. يما فدوا اروح لكم، مو الولد راح يموت اذا وصلونا للمستشفى. يلا هاي الخاطرك وخاطر عيون الحجيه راح عفو عنك. اعطيني اوراق سيارة. اوراق؟ يا اوراق السنوية الوكالة الجازة. عمي هاي سيارة خالي اخو امي، شنو مريض عند حصوة بالمثانة، حصواي هاي كبرها وجاي نصلحه، قصدي نوديه للدكتور. هاي الطفل شنو؟ هاي شبيه؟ عيني هذا الولد ابني تعور بالبيت ورد اوديه للمستشفى. ليش تعور هذا الطفل؟ دعم يا بن دعم. واللي دعمه وينه؟ لا عيني فدوا اروح لك يا الضابط. الله يخليك، الولد نطحته الصخله بالبيت وتعور، نريد نوديه للمستشفى، فدوا اروح لك. يرحم والدك يساعدنا الله يخليك. طلع المستشفى واحنا جايين وراكم. اشكرك عمي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله، تفضلوا. طريت شفن. الله معاك من هذا النهار. شنو شفن؟ شفن مال موتى، يعني خام ابيض. طفل رجال الهذا اللي قدامك هذا بعد عدل، شو يسوي بالشفن؟ يضمه. اخاف تصير ازمه شفانه. مو عندنا ازمه عدم الخوف من الله، مو عندنا ازمه كذب، مو عندنا ازمه اخلاق، يجي فد يوم يصير ازمه شفانه. والله حكيك صحيح، همزين ذكرتني. اليوم اروح اشيل خام مال شفانه، دشوا ذاك البزاز عنده شفن. عمو انت ابقى هنا، اروح اجيب لك شفن من ذاك البزاز. عمو عمو اريده وسيع وبيعرف زين. يلا. بعد تخلي الصخله تدعمك. قل 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 قل. اشكركم هوايه والله، يهديكم ويرزقكم ان شاء الله، وما قصرتوا والله. لا لا الدليل الدليل خالص. والله يخليكم، بس انا اريد اقول لكم فد حكايه. قولي. انتم مبينين خوش ولد، وهاي السياره بها خوش رزق، خليكم قلب على قلب، ترى اذا تختلفون يطير الرزق. يلا باي باي. سخولي خوش فكرة. أقول لك عيد، أنت مو تقول خالك مريض؟ أي مريض. وشنو حضرتك دكتور على مطلع حصوات من الكلى مالته؟ باوع، انت سكن واني سايق، وشن حصل؟ بالنص، نص انه ونص الخالك ابو حصوه. يا معود هذا خالف نحس انه ابو حصوايه بكليته، هذا من يقول يقبل؟ هسه انت قول له ايش خسران؟ تعال انت وياي. ما عندي مانع، يلا. تفضل عم عيد، تفضل.
هلا اي تؤمر تؤمر عمي. هاي بعد ما موافق خاله قمت تلوق ايش لقلقه، لعد موافق شو تسوي؟ انت عمي وصديقي بدون عمرك. الله من هسه خلينا نتفق. ايه المصاري يعني الحوشكلات كلها يمي، اتفقنا لو لا؟ طبعا انت الغالي. يلا وين له؟ منا؟ هلا وهم منا؟ هلا منا لا ما كل بصل. يلا تفضل عمي. مساء الخير عاتك. اهلا. ها خير عاتك، صاير شي؟ وانت شو تشوف اني ابو الملابس النسائيه؟ هاي شبيك حبيبتي عاتك، ارجوك هم رجعنا على هذا الموضوع، ترى كلش تعبان. يعني على الاقل سوي لي تليفون صغير واشكرني وقل لي عاشت ايدك على هالدولمه الطيبه. دولمتيش عاتك؟ تراني كلش تعبان وجوعان، قوم صبي لي غدا وبعدين نحكي بهذا الموضوع. يعني فوقها ما ماكل دولمه؟ يا دولمه عاتك. انا مو خابرتك ودزيت لك دولمه بيد حمود. من خابرتيني ظليت انتظر، لا شفت دولمه ولا شفت حمود. معقوله؟ انت ما لقيتي احد غير هذا حمود تدزين بيد الاكل؟ دقومي. قومي حبيبتي صبي لي اكل. لعد هذا وين ودى الدولمه؟ لفندي لفندي عيوني لفندي الله يخلي فخري بيوقع الحصوة ويقوم بالسلامة امان خلطك موال تنزول عليكم لا هم ولا مشكلة يمن يال قلبكم خالف دول عينك هي الدنيا شبيهة ما اقول هاي وجوه سالمة خلي نغني وندق ونرقص والله يا ابني حدشك ذهب واني هم اقول الانسان ليش ما يعيش سعيد وفرحان وهسه ما دام الابتسامه على الوجوه احنا نحب نخدم خالي لان هو مريض اي والله خاله اني وعيد عندنا فكره شنو هي خالو اني اقول يعني انت ما لك خلق وما شاء الله عندك قلابي حصوا بالكلى يعني اقول ناخذ سيارتك انا وعيد نشتغل بيها وش يطلع بالنص ها بين ابوك روعه مؤكد كلكم طالعين عليه لان هاي وراثه لا مو شرط شوفي وصال احنا ثلاث اخوه اني وحمد الكبير وحمود الصغير ما شاء الله عليكم بس صدق اسماءكم حلوه طبعا اخوي الكبير حمد هو خريج اداره واقتصاد ما شاء الله اي وعنده محل مال ملابس نسائيه صدق حرامات اما حمود بزر القعده فهذا اعمال حره شوفي ساعة غاطس بالدهين مرة بالصبوغ بس هو شوية عقبة على قده يعني الشغلة على النص يعوفه وينهزم خبص البيت خبص ايش قال حمود وسوى حمود ووين راح حمود شوف حبيبي عيد انت رح تصير سكن معناها شنو رح تبعد لي ورا حتى تلم الكروة هسه خلي اركب يمك يا رمضان عود من يصعد من الركاب اللي ورا ارجع لي ورا يمهم ولمي حبش كلات لك ما يصير لازم تقعد لي ورا حتى تصيح شو صيح شو اقول لكن انت شبيك يعني شنو قابل اعوف الاستيرن واجي صيح بمكانك افتهم يا ول هو انا السكن انت لا تصير لقى قل لي على يا خط نشتغل او اي منطقه وانا صيح مثلا علاوه صيح علاوه علاوه علاوي باب الشرجي اصيح باب الشرجي باب الشرجي باب الشرجي باب المعظم اصيح باب عظم باب عظم اي بهاي حقك شفت مو قل لك انت لقى يا بني صيح علاوي علاوي نفر علاوي بس 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 افتهمت يلا اخذ لك فره بالمنطقه هلا 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 لك شبيك من الصباحيات اسكت لك ما اسمح لك قشمر لك علي يا من قشمر بو سويت بدون ملح لك مو اعصاك طلعت
أهلك خبلتني، شو تريد مني؟ شو تريد ابن التيتي؟ امشي لك والله لو ما أقول حق الجار على الجار كان ألا وجهك خربة. زين هذا على المقصيفة وعمل عماك بس تدور مشاكل. يلا اصعد. تيتي تيتي يا علاء الجار حق حجار قوم متحجار ولا ربع مذوق المشي علاوي. بعد تقول علاوي علاوي ليش؟ يعني يجوز مثلا واحد يريد يروح لغير مكان، خلي نقول منصور، نقول بياع، نقول جادرية، وياهو اللي يطلع ناخذه وروح. ها يا علاوي علاوي منصور حتي ابن حبابين الشطورين حتى لو فات اسوي لكم ذا السعدون قر 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 قر. ابوي انتو شرايدين؟ عم احنا على باب الله، انت ليش تتعب روحك؟ احنا نوصلهم. عيب هذا التصرف، روحوا لغير مكان، اكو كراجات اكو شوارع عامه. هسه انت شكو متعب نفسك؟ خلي احنا نوصلهم يا استاذ. قر 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 حتى لو فات نوكلهم. اخوي احترم نفسك وانطيني طريق خلده اطلع. ناس ما تستحي. يلا ولي منا رمضان افلت راح ننبسط. افلت افلت قر 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 قر. خلي نشوف غير مكان. هذول العالم هنا كلهم فايخين وكلهم عندهم سيارات. ما طول انت بالشارع انا راح استقيل. يا بتريد خبرني شنو مخلي لك زنجيل بمكان الحزام؟ شنو الفرق؟ هو انت تريد فشيء اتشتف بي واقول هذا حزام؟ اكو بعد اقوى من حزام الحديد؟ ليش هو قرار الحزام طالع من شيء بابوية؟ لو هذا قانون بعدين انا ايش عندي وياك حتى اريد اتشتفك؟ باوع زين هذا حزامك مو نظامي. شنو الفرق؟ المهم يربطني. اقول لك انت شنو جاي تضحك عليه؟ مو بالحيف اضحك على شرطي يقوم بواجبه؟ شوف انا لحد هسه ماد لك الحبيل وقاعد اجاوب وياه. جيب اوراق السياره خلينا اتاكد. لا أمرتك أبو إسماعيل لا تفتح علي هيك باب. السيارة مشتريها من مدة طويلة وصاحبها ما أدري هسه وين. ما خليت مكان ما دورت حقه، لا خليت قرية، لا خليت مدينة، لا خليت ناحية. شوف هسه هو بيا قارة قاعد. زين لا عد كفيني شرك وأنت هم تكفى شري وخليني أشوف شغلي. يلا صيح لك. شو صيح لك؟ صوت مباح راح اموت حتى بلا عين ما ظلت عندي. ادري لك احنا فقور حتى لو بعت فوري ما حد يموت. صيح قبور بلكي واحد يروح للقبور من قبر العقل صعب. اخ اجا قبر بقصتي. على اساس قصتك شلونها؟ شنها ساحه ما سياقه. قبور 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 أكبر أكبر من قبر لأبني. آخر نفر على القبور. فلس بكل يا ولد على النظيف. قبور قبور قبور. ما كشي قولوني اطلع يا بطلع. ترى خفض وصارت وقفة وجمعت الكروة نقص ستة. يلا طلع. علاوة 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 عمو اكيد توصل العلاوي. قر 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 للقبور. خويه هذا ده الشاقه. احنا نروح للعلاوي. ما 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 ما, ما انزل. شو الا توديني للقبور؟ يلا شغل لك. شو مرطه لك عيد ورطتني دحله. قل لي عمي ارد اسالك سؤال. قل لي هاي اللي معلقها لها علاقه بالقبور؟ شبكه مال انترنت. هاي كراوي تعبانه بالله. هاي شلون ورطال؟ يلا عيني حل اياها بعقلين. رمضان سيارتك مو عطلانه مو؟ يحتاج لها دفعه؟ اي اي اي
عندنا سويتش شغل سويتش نفر سويتش هاي كراوي تعبانه. هلا بالشطور قر 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 قر. اي عمو انت مو تريد تروح للقبور؟ اي انا راح افهمك تجي تدفع وياي السياره على ما توديك وين للقبور. لا ما عندو شيء حاجيني ما عندو شيء حاجيني ما عندو شيء حاجيني ما عندو شيء حاجيني ما عندو شيء حاجيني. أخذوني وياهم وعن مايا عن مايا عن عين يا ملاية إذا بجي السادي يتخبر على الصبغ يقول ديلوكس هلا وبيض وجه أبويا عن مايا عن مايا عن عين يا ملاية يا ابني يرطيني مايا عشان يرطيني مايا تشك 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 تشك. الله يساعدك اسطي الله يساعدك اسطي. علي؟ اي نعم عليك. اهلا اهلا اهلا. قل لي بيت حميد النجار وين؟ والله عمو بالحقيقة والواقع اني غريب بهاي المنطقة حتى ما عندنا هذا البيت. شكرا اسطي. هلا هلا. مستحيل هاي اول مرة بحياتي واحد يقول لي اسطي. عن مايا عن مايا عن عين يا ملاي يا ابني اعطيني ماي عشان اعطيني ماي. تكت تكت تكت. لك عيد ها يمكن اختنقيت. اختنقيت سودة علي يما ايش بلعت اولك. لك لا لك ما بلعت شي بس اختنقيت يعني صار بنزين عليها هواية اختنقيت. شلون بنزين؟ لك يا بنزين رمضان ما نعرف. عرفتك عرفتك من اول شي انت مال شغل. لك انت مال سيارة انت مال هذا لا حمار حمار هم هواية عليك. لك عيد ترى وين دخلتها؟ هسه السيارة عطلت، ايش بدي ايش بي اني؟ ولي بيها؟ لا عاد مو تقول اناني وافتهم وبس اني وسايق وانت لو بس تعرف الشغل مسجل وتفتح مسجل وهورن طرلت طرلت وشيل مراية. لك افتهم افتهم اني سايق مو في تر. ها شباب خيركم ايش بيها السيارة؟ لا هيك ماكو شيء. روح بابا روح روح صغير روح بيتك يلا عين. صغير شنو؟ زلمش كبره ايش قده شوفه شلون شلون حليو. اسكت بلكن يصلح لنا سياره. اسكت لك لا يصلح سياره لك شوفه بيصلح سياره هذه. والحجار ما تشخك تعجبك. شنو خربانه سيارتكم؟ اي والله يعني عطله. اي والله سيارتنا طعلانه يعني قصدي عطلانه. يعني شنو اللي صار بيها ووقفت؟ أصلا هي من واحد شو قام يسوي يسوي شخ 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 شراس الباتري اختنقت ما أدري إيش بلعها. قل لي أنت حضرتك تفتهم لو تريد تصير فيتر براسي. وخر على صفحة شنو حضرتك ما عرفتني؟ آه ولا زغرم بيك ولا عرفتك. أني سلمان هونداي أحسن فيتر بالسيارات الكورية. تشرفني عيني تشرفنا. تفضل شوف السيارة. أبو فرح ما تقولي أنت قلبك هذا شنو تقضي نهارك كله بس تضحك. أنت ما سامع هذا الشعر اللي يقول. طبعا هذا الشعر هو جواب على سؤالك. زين بالله سمعني. يقول هذا الشعر لولا الحزن بيفود ما عفت الحزن يوم وصفة طلع فاشوش والحزن خاسر دوم. قولي شلون أنت تقدرش دائما تضحك؟ العد ليش أنا مدى أحس باللي دا تحس أنت بيه؟ عززت السعاد. كل ضحكة هي ثوب جديد للحياة وهذا الثوب هم يعتق فإحنا لازم شو نسوي؟ لازم نبدله. المهم الفرح والمرح هو الحل وأنا أبو الفرح. يعني شلون؟ أنا هسا أقولك شلون. أضحك بكل الحيل ماكو خسارة. أضحك بدون فلوس ولا تطبارة. أروح يم الجماعة أدردش وياهم شوية.
هذا مثل الروج، شلون لما ما تعال عيد ها تبغاك على عمك لا يمرض اي تعال عيني تعال اخوي بشر اخي سيارتكم كل شي ما بيها ادري لعلي شبيها ما تشتغلش بس جخ 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 وتوقف ليش خلصانه بنزين ولا قطره بيها وهذا الكارت مالي انا سلمان هونداي اي عطل عندكم انا حاضر او دعناكم امبان ها هذا مسوي له كارت اي ادري هو مطرب في ترتي فيتر طبعا يا معقوله الفيتر هم عنده معجبات بس يلا امشي روح جيب بنزين شنو انا جيب بنزين انا هم راح اسوي لك كارت وصل حالي حال في ترتي انا هم سكن معقوله انا ابقى هنا وانت تروح تجيب بنزين طبعا انا عيد كوري شخ 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 لك انت مو خلصني سياره خالي سياره خالي احنا نشتغل سوا وواحد يسعى للثاني ما اروح اجيب بنزين وهاي قعدت هنا انا هونداي سكن واني هم قاعد هنا وخلي ماما تهلهل على الدخل يا اخي اتفت فقر مبين من هسه عطلت السياره باوع من هسه نسوي اجتماع انا وياك ونتفق نوزع المهام بيناتنا انا سكن وانت سايق صح انا سكن بس انا بالمال يعني انت تروح تجيب بنزين على مايا على مايا بس يقول لابوي ما يعرف الشغل والله العقوبة الدنيا شوف انا احسن اسطى لك شو مسوي ها سادي شلون الشغل بروح امك مو تروح تقول لابوي ما يعرف لك سخمت وجهه وجه ابوك سادي بيش سخمت وجهك لك انت تسبق غير باب مو هذا الباب سادي لا عجبنا الباب لك سبقت الباب اللي بصفه مو الباب اللي دليتك اياه لا مع الاسف حدث سهو للسادي لك شو حدث السهو نجاي نلعب سمينا نجيب الخسراني ما يخرب السادي ولا همك انا يومياتي متنازع عنها خبين مو عفك بالخساره وحدك لك بيش ارد عليك بيش ارد عليك يا طرطور مقبوله منك السادي يا بهيمه الله يسامحك السادي لك دخلنا برد قلبي بيك الله لا يطيك الله لا يطيك بعد شوية للتعب وصلنا لوبعد لكم بعد شوية للتعب وصلنا لوبعد بعد شوية للتعب وصلنا لوبعد وصلنا 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 شكرا عمو وهيه ايش طاح لك بس فهمني هسه ايش راح نقول للخالي خلصنا بنزين وما عدنا حبشكلات نخلي لها بنزين يابا خالك خوش رجال هسه يتفهم الموضوع يعني نقول له سياره البنزين ماله خلاص شكو بيها صحيح خوش حل هذا خالي كلش يقدر هسه طب لي اقول له خالو خلص البنزين ما سياره انطينا حبشكلات نفول هالبنزين راح اقول له دلل انت ورضام حبايبي كل واحد حبشكلات فول بنزين قر 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 هسه المهم شلون ندبر بنزين باكر لازم نطلع اول مره فوت انت شوي خالي بعدين نفكر البنزين زين زين فوت انت قبلي لا فوت انت اول مره يا فهيم يلا اقول لك فوت انت قدامي عيب خف امك لا لا بيت بيتك يا معود امي امك شيت السالفه زين مو خف شوي خالك وبعدين توقع الحصوه لا شريد انا اللي توقع الحصوه هلا تفضل الا وقع الكله امشي عجب لي هسه قاعده من نايمه ما اقدر ارفع صوتي كلهم نايمين طبعا محمود هنا نايم يمي وشلون دي اعزف عزف منفرد فتش خير قوي اي لا لا انا اكتب مقال للجريده انا ما اعرف شو اسوي طارق الظاهر أمي ما تقدر على خالتي وما تريد تسوي مشاكل وياها طارق ابن خالتي واحد متخلف إيش أسوي يعني طارق الله يخلي يعني أنا حايرة وما أعرف شو أسوي وصال أرجوش لا تضعفين إيه رفضي ها
حتى لا تضغطوا علي شرفضي. شلون؟ يا حبيبتي احنا بعدنا بداية الطريق، المفروض هذه الأمور ما تهزنا. أقول ليش وصال لي، يمكن أبويا قاعد دا اسمع حركة. يلا عزيزتي مع السلامة، تصبحين على خير. زهرة. زهرة. شني؟ ديري وجهك علي. يا شت لك بوجهي؟ ما شايفة قبل؟ تنام فد وغدي لك نام. أريد أسولف وياك. شو أسولف وياي؟ سوالفك عارفين؟ فد ولا يروح يطلع واحد من ولدك علينا نام مستر علي. أنزل أرسال زهرة. سمعيني زهرة، هاي شبيلي؟ ادني جاسم، انت من تجي براسك كل شي ماشي وجدامك. نام فد وغدي لك واستر علينا. متى يجيني نوم؟ شو تفتر من الصبح لليل جنك ناو؟ شو اليوم ما ادش بيك جنك انقلب الطنطل علي؟ الشايف ما تقلي؟ شايف زهرة الحلوة بالتهويدر. هدني يا جاسم، قلت لك هدني. ترى صرخ ولم ولدك عليك، اش بيك تخبلت اليوم؟ شوفي زهرة، اش رايد نصعد بالسطح؟ يا ولك تسودنت هسه ايام سودن بهيك الساعة وبهالبرد يصعد للسطح؟ رح اعملكم شاي عاد ارتاحوا. ارتاحي انتي، انا بساوي. بكره المساء عندكم ضيوف جميل. بعرف قالت لي حمد حبيبي نص التلفزيون مو عمي خطيه خاف نايم. يلا خاطركم هلا يا اولاد. مو عمي عاتكة، اليوم خميس خلينا نتفرج تلفزيون واحنا مرتاحين. خاطركم يا جماعه اللي هون، يمكن ما سمعت، رح فوت شوفها. لا ما انا هون، يمكن طلعت لفوق لهيك ما سمعت. بتدري حمد ايش قدك بدي اشوف هذا المسلسل، كل ما اريد اتفرج تنقطع الكهرباء. يلا فرجي ما دامك وطنية اليوم. عائشة أنا آسفة، من ساعة اللي إجت من المدرسة وهي رح تنام هون. أنت مريضة حبيبتي، عم يوجعك شي؟ عائشة قبل الخطبة ما بدنا مرض وما مرض. أكيد رح تنتبه على أنت. مو تقولين أحبك بقد سلفة هويدر؟ الخاطر نصعد بالسطح. والله تسودن هذا الرجال. يلا يا زهرة يلا. فد وغدي لك جاسم، هسه يو يطلع واحد من الويلات ويلقانا موش بالفراش شي يقول؟ أهلي بالعتا ولقاه دنا فد واروح لك نام. أنا أرتب الفراش كنا نايمين ما حد يحس بينا. يلا يا زهرة. خوش أجي وياك، البرد شلون؟ أنا مدبر شغلي، اشتريت جلد مال طليان اثنين، واحد إليك وواحد إلي وندفى بيهن. أقول لك ما أصعد يعني ما أصعد. حلفك بروحه بوجه هويدر، خل نصعد. يلا استغفر الله يا رب يا رب. الله شو أسوي لك ما أقول لي؟ امشي. يا هاي اللي طرح هسه وقت نعالته فيه. يا حسام اخذني للسطح وبعافيه، خليني اجيبه. انا اجيبه صاحبي تصعدي. شو صاير هون؟ قبل ما
هذا لو يطرح بيده رجلها إلا عظم اللوستة. هذا كله تمثيل. حتى لو تمثيل شوف السوى بيها للمسكينة بهذل أحوالها. صدق الرياجيل ما لهم أمان. أخ راحت الصورة بس لا افتر الصحن. لا لا الصحن مثبت زين ما بيشي. ايه رجع. اقول لك حمد خاف من البث. يجوز. شلون قاعدة حلوة بالقمرية؟ اي مو كبرت يا زلمة بعد شلك بهاي السوال. ويكبر يذبوه زهرة. فروة النعجة لا يقتلك. خلف الله عليك يا جاسم سويتني نعجة. أنت النعجة العزيزة مالتي. أقول شوية تقرب يمي. يو وين أجي يمك جاسم؟ مو هل يمك؟ تعال شوية يمي تعال. بس لعاصفة وقعت الصحن. هاشون مشكلة حظ ماكو يعني حتى الخميس ما نقدر نرتاح شوية. راح أصعد للسطح وأشوف. شلون حمد مو هسه كلهم نايمين؟ لا عاد شلون نبقى قاعدين واحد صافن أبو شلاخ. اليوم خميس وباكر جمعة عطلة. هسه أشوف الصحن وأنزل. مو طلع صوت حمد مو خطية عمي وعمتي نايمين. يا معودة هسه أبوي وأمي رايحين بسابع نومة. منو صعد؟ يما يا حبت الحبة شي جاني طاوحتك وصعدت وياك. شش نسي حسج دير ظهرج على حايط. تعزيز قسمه. المسلسل هذا ابد ما شفته. كل ما يبدي تنقطع الكهرباء واليوم اكو كهرباء وقع الصحن. اوف اقول لك عاتكه هاي شنو ابويا مشتري خرفان اثنين وخالهم بالسطح. يا ساتر هاي يا طليان. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه شفت خرفان اثنين نايمات بالسطح. معقوله؟ شو أنا ما أدري. زين مين جابهن مين فوتهن؟ على الأقل كان سمعت صوت تمعمع. حمد خاف أنت متوهم. يا معودة يا متوهم هسه بعيوني هاي شفت خرفان اثنين نايمات بالسطح. تعال يا حمد مو أنا قمت أخاف. أدري يصير الصبح ونعرف سالفة الطليان شنو. أوقفي هاي شبيك هسه أسأل طارق وأجي. شنو سالفة الطليان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعدك قاعد؟ اي والله يا حمد عندي هذه المقالة باكر لازم اقدمها رئيس التحرير. كلش مستعجلة. استريح. لا هيك جيت اسالك. ابويا مشتري خرفان اثنين وخالهم بالسطح. خرفان؟ اي خرفان اثنين حتى وقعوا الصحن مالتي. الله اكبر
لو البق لو انتو والله خبطتوني. شو قلت انا؟ اسكتوا لك لا تصيح، ابويا نايم. اقول لك اذا تعرف اكو واحد نايم شو جاي سالف؟ انا ما جاي سالف، جاي اسال. ابويا مشتري طليان اثنين لو لا؟ طليان صخور انا بدري باكر اقول لابويا وما نام يمكم، واحد يخابر وواحد يدور على الطليان، والله دمرتوني. انا اصطح موت، احنا اسفين. يلا تفضل رجعنا تشوفه تشوفه. امشي وياي اراك الخرفان بالسطح. شبيك حمود؟ شبيك شبيك؟ ها بابا انت قاعد؟ اي قاعد. اخوانك شبيهم مشلوشين؟ بابا قعدوني وقالوا اكو بسطح خروف النهجة. بابا انت مشتري خرفان ودابهم بسطح؟ خرفان؟ اي بابا خروف ويا نعجة. ها؟ نعجة؟ لا لا متوهمين متوهمين. روح نام نام. اي بابي رايح. هسه ارتحت وسويت لنا حاجه. نامي نامي حسبيها علي. حمد وين هالطليان؟ اقول لك والله نانا كان وين الصحن. اقول لك حبيبي انت كنت حلمان. يا حلمان كنا انا وعاتك قاعدين نتفرج على المسلسل، انقطعت الصوره وطلعت وشه، قلت اكيد هاي من الصحن. صعدت لقيت هنا خرفان اثنين. قاعد وين هناك؟ السطح فارغ، لا اثر لا حس لا صوت. شنو؟ والله راح تخبر. دمش انزل حبيبي، لا يسمعنا ابوك هو نايم وتعبان، يلا انزل انزل يلا. محمد وين راح؟ أشو تأخر؟ لا صورة رجعت للتلفزيون ولا حمد رجع. وهاي حسبة الطليان تخوف يعني يجوز؟ لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فين وصال؟ لو أقدر ألزم هذيش الغامل بالسماء أكتب عليها قصائد حب وغزل أهم من اللي كتبها عنتر، وكل كلمة حب خلي عليها فد لون حتى الغامة وين ما تروح الناس تفرح بنا. طارق يعني أي شي صادفنا ما رح نتفارق؟ صال إيش تحكي؟ أنت منو يقدر يطلعك من القلب؟ انت الهوى اللي اتنفسه، العيون اللي اشوف بيها. شوفي انت هنا ويا الدم ويا الدم تمشين. ادري حبيبي بس اني خايف. ليش وصار؟ امي طارق امي. شبيها امك؟ كلش صعبه صعبه. قيس سعد ايه قولي ما شفت هالوصال؟ وسال 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 مو انتو اثنيناتكم سؤاد وسال اس و اس اس و اس فدوى العينك لا تشاقه شفتها لو لا؟ وصال ايه شفتها هناك قاعد يم طارق. ليش اكو شيء؟ لا لا ماكو شيء ماكو شيء. شبيها مخبوصه؟